أول ما بدأت كنت بلعب حاجة اسمها لياقة بدنية، قعدت فيها لمدة سنتين. لعبت بطولات جمهورية فيها، هي عبارة عن حاجات سرعات بتايم، ضغط بطن ظهر مركب كل حاجة. بعد كده كنت في مشروع تبع وزارة الشباب والرياضة اسمه المشروع القومي للناشئين، كنا كذا فرقة. فده يعني المشروع بتاعي دخل جودو، ما كانش اختياري في البداية، بس حبيت لما دخلت جودو اتمرنت وشفت اللعبة عجبتني، كنت لسه طبعا صغير. كملت فيها لقيتها عجبتني جدا، اهتميت بالتمرين، المدربين كان كويسين جدا، أصبحت حاجة كويسة فيها وقضيت حياتي فيها جودو. هو شوط واحد 4 دقايق، في حالة التعادل هيبقى في حاجة اسمها جولدن سكور، تقعد طيب مفتوح طبعا تلعبه لحد ما واحد يرمي أو مثلا ماتش يخلص انذارات. جودو طبعا بيعتمد على في لمسة كتاف تقريبا، يعني بالظبط كده. ففي برضو انت ممكن لو بتلعب مثلا ماتش، بيبقى مثلا عندك ماتش جامد، فانت بالتالي ممكن الماتش يبقى انذارات، انت لاعب جامد وصدك لاعب جامد، فالماتش ماشي الريتم، انتوا حافظين بعض، فبالتالي ممكن انذار لانذار، ممكن انت ترمي رميه نص كتفك يلمس تبقى نص نقطه، لو رميتين هيبقى خلاص الماتش خلاص، نص نقطه في نص نقطه كده الماتش خلاص. ممكن تيجي من رميه واحده اللي هي ايبون، الكتف كله يلمس مره واحده الماتش برضو يخلص وانت تكسب المباراه. جايب اكتر من ميداليه ذهب افريقيا، واول عرب، واخر تصفيات في بطوله العالم جبت 7، وجبت 2 بطولتين جبت فيهم فضه جراند بري جائزه كبرى، وجبت واحده برونز، وكنت بلعب الاسرائيلي على الميداليه البرونزيه برضو. دخلت في البطولات الحمد لله الكبيره، جراند سلام والكلام ده كله طلعت الحمد لله بمراكز وبميداليات فيها. يعني بتكلم بصراحه، الجودو كل الدول بره المنافسه صعبه، يعني انت بتلعب كل ماتش مع لاعب جامد، يعني مش سهل ان انت تكسب كل الناس. الجودو لعبه مشهوره جدا بره، فبالتالي كل دوله ليها 2 و3 لعيبه في الميزان، والثلاث لعيبه اجمد من بعض، يعني كل واحد بيلعب بطوله وممكن الثلاثه ينزلهم في بطوله واحده يلعبوا عادي. فبالتالي كل ماتش انت داخل مركز فيه. طبعا رقم واحد اليابان، عشان اللعبه هم اخترعتها اليابان، في كوريا، في منغوليا، وعندنا في التاهيل يعني في الجودو بالظبط هم خدوا احسن لعيبه يلعبوا الاولمبياد، يعني خلوا التاهيل صعب لدرجه ان مش اي حد يتاهل اولمبياد غير يكون لاعب جامد، بحيث ان تبقى البطولة كلها صعبة، يعني يستمتعوا بلعب الجودو، مش أي حد يوصل للتأهيل. هو الصراحة أصعب ماتش كان بالنسبة لي ماتش الإسرائيلي، طبعا كنت مضغوط جدا وكنت نازل يعني بقاتل جدا على الميدالية، لأن كنت عايز أجيب الميدالية دي، طبعا كانت مهمة بالنسبة لي. كنت راجع طبعا، كنا لافين، رحنا بطولة العالم، كنت ماشي كويس جدا لحد ما خسرت من الياباني في دور الثمانية. نزلت ارد عشان العب على برونز، كسبان اللاعب المنغولي وخلاص الماتش بقى 15 ثانيه. حصل غلطه كده مع التحكيم، اللي هي الحكم عندنا لما تعمل لك كده المفروض ايه، تدخل البدله او تربط الحزام، فانا فكيت الحزام وبربطه وخلاص، هي بتقولها اجمع عشان نكمل الماتش. رئيس لجنه الحكام قال لها لا، ادي نظار فك الحزام. طبعا هي مش هتقدر تقول له لا طبعا، وهي على البساط والجماهير والناس، فهي على طول ادتني هانس كوماكي ان هي طردتني بره الماتش. انا كنت هلعب على برونز في بطوله العالم، فكنت طالع طبعا زعلان جدا ان انا خلاص رسيت على المركز السابع. فكانت بطوله الجراند الجائزه الكبرى دي كانت بعدها على طول طبعا، فكنت لازم ارجع بميداليه، ان احنا طلعنا من اليابان على اوزبكستان عشان نلعب البطوله. فانا عملت بطوله جامده وماشي كويس جدا، خسروني برده في الجولد سكور من لاعب اذربيجان بسكور مش سكور طبعا، وانا لحد دلوقتي بتفرج عليه ووريته الناس كتير طبعا مش سكور، بس الحمد لله. فنزلت رديت كسبت، فنزلت العب على برونز، فكنت مضغوط ان انا لازم ارجع بعد المجهود اللي انا عملته في بطوله العالم، وكان قبلها معسكر وجايزه كبرى، ان انا ارجع بميداليه. انا كنت رايح بطوله العالم بنفس على ميداليه، فربنا ما وفقش بطوله العالم، فالحمد لله وفقني في الجائزه الكبرى ورجعت بميداليه الحمد لله. والله هو ماتش الاسرائيلي طبعا بيبقى عليك ضغط، تبقى انت مضغوط بحيث ان انت مش عايز تخسر، وفي نفس الوقت حتى لو هو مش لاعب اسرائيلي، فبالتالي انت بتلعب على ميداليه برونز، انت ممكن تجيب برونز وممكن تطلع تجيب خامس. لما طلعتش على المنصه بعد المجهود اللي انت عملته مثلا بدأ من ال 64، فبالتالي انت بتزعل، يعني انت ده كله عملت ده كله عشان تطلع المنصه توصل على الميداليه ان انت تخسر،
دي حاجة صعب يعني. أنا لعبت إسرائيل مرتين، مرة سيمي فاينل قعدنا ماتش جامد، وبعد كده دخلنا جولد سكور طولنا جامد لحد يعني إحنا الاتنين خلاص مش قادرين، بس إيه اللي هو إيه، لا مش هستسلم، ماتش هيطلعك توصل فاينل، وفي نفس الوقت لو خسرت هتنزل تلعب على برونز وأنت مش ضامن، ممكن تخسر على البرونز. المشكلة أنت مش عارف يعني، أنت طالع تعبان ممكن تخسر، ممكن تحصل حاجة، أنت مش ضامن الظروف، فبالتالي أي ماتش على ميدالية بيبقى صعب.